السلام عليكم. يمكن إلغاء طلبات الصداقة المرسلة من خلال الذهاب إلى طلبات الصداقة الاعتيادية، ومن ثم الذهاب إلى عرض الكل، ثم سنرى هنا عرض الطلبات التي تم إرسالها. عند الضغط عليها سنرى الطلبات التي تم إرسالها، وبالتالي يمكن الضغط على الطلب وعمل إلغاء الطلب ببساطة، وهكذا إلغاء الطلب. سنجد أن الطلبات التي تم إرسالها قد ألغيت. شكرا لكم.